الدكتور جعفري عن آرائه حول العلاقات الصينية العراقية ودور الشركات الصينية في إعادة إعمار العراق وأحوال مكافحة التنظيمات المتطرفة وغيرها من الشؤون. وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لمكافحة داعش، أكد الدكتور جعفري على عزم العراق على مواصلة القتال ضد التنظيم المتطرف. حرب داعش حرب ليست تقليدية كبقية الحروب، حرب نمط جديد، لذلك لا ينبغي أن نستنسخ آليات الدفاع والحروب التقليدية ونطبقها على داعش. داعش لها طرقها الخاصة بالنفوذ والاختفاء في البيوت واستثمار المناطق السكنية وصناعة الدروع البشرية من أهالي المناطق التي تفتك بها. لذلك يجب أن نفكر بطريقة تنسجم مع طبيعة التحدي لحرب الإرهاب. من هنا من دون شك الأسلحة الثقيلة تلعب دور، لكن اللي يلعب دور أكثر هو المجاميع، سواء كانت قوات المسلحة العراقية أو المجاميع المرتبطة بقوات المسلحة العراقية التي تستطيع من خلال التشابه في الحركة الأرضية بينها وبين هذه أن تلعب دور كبير. وأثبتت التجربة بعد مرور سنة وأسبوع تقريبا على احتلال الموصل. طبعا سوريا سبقتنا بهذه التجربة، الآن سوريا دخلت العام الخامس من وجود داعش كجيل ثالث بعد القاعدة. اللي بالعراق الآن أتمت السنة الأولى وهي جاءتنا راحلة من الشام. أثبتت الآن السياقات الميدانية أنما تعجز عنه بعض الأحيان القوات المسلحة العراقية في بعض المناطق. تستطيع قوات الحشد الشعبي والبيشمركة وقوات العشائر والمتطوعون من مختلف المناطق أثبتوا أنهم يسددوا ضربات مؤذية جدا لداعش. بالفعل الآن هناك تراجع واضح على الأرض بينما كانت عليه داعش قبل فترة في عام 2014 وإلى الآن. هذا وننوه إلى أنه سيتم بث هذه المقابلة الخاصة ضمن برنامج الحوار قريباً.